ايوه ده في هنا كده في هنا فعلا اصل انا بس ساعه كده نبدا اربع ارقام كلهم ما هو البتاع ارقام اهي كلهم لا اعمل رساله دلوقتي بيجي له رقم موضوع لا يعني انا بقول لحضرتك يعني احنا شعب بهائم مش عارفين اهي مدينه اهي بص الراجل والبابا دي اكبر ناس مثقفين متعلمين ولا احنا جايين ايه جايين من الغيط ولا ايه مش فاهم انا حضرتك قول لي ليه مش عارف ايه السبب دي عارفينها النجمه دي عارفينها ومش عايز يفتح ايه السبب ساعه دلوقتي بقى لنا ساعه واقفين هنا ده مدرسه المستقبل الاعداديه يا بنات مش عارف انا مش عايز يفتح ايه كامل بقى على فكره دي في شبه التواطؤ اللجنه اللي بقالي نص ساعه ما حدش دخل وبتكلم الراجل بتاع الداخليه برضه ما بيردش عليها بشكل جيد انا ما اعرفش ليه اتقل ايه الموضوع بالظبط؟ احنا بقالنا نص ساعة. ازيد من نص ساعة، احنا داخلين على ساعة. انا عايز افهم فيه ايه جوه؟ افهمين من اجل ايه؟ والله العظيم احنا في الساعة 8 هنا، من الساعة 8 قاعدين هنا. لحد دلوقتي ما دخلت لسه. دي أفضل وسيلة. ما أعرفش والله ما أعرفش أنا فيها بجد يعني، هم الكلام ده بيتكلموا أفضل وسيلة تنقل الوضع. في ناس بيدخلوا ناس تبعها وناس ما أعرفش تبع مين، اللي بيجوا بيدخلوا الناحية التانية. دي أفضل وسيلة لا. فربنا يسهل يعني، أدينا قاعدين مستنيين. يلا في خير يا جماعه زي ما بيقولوا ان القصه متباعه ومنتهيه ما قالوا كده منزلينها حتى على شكل طرايف على فيسبوك ما اسمعش الكلام ده ما اسمعش الكلام ده ازاي يعني ما هو طيب ابتدى يدخل لما حس ان الكاميرا ابتدت تصور ده على اساس ان احنا بنمثل فيلم ولا مسلسل ده طبيعي اللي بيحصل في مصر طب يفهمونا لو متباعه طيب يفهمونا ناخد هدومنا ونرحل بره البلد ولا هم ناويين يعتقلوا تاني الناس ويحبسوهم تاني ويجددوا ما برضه منزلينها على الفيسبوك ولا السجون ديت اللي اتبنت مين اللي هيسكنها؟ تعمل اسكان شباب ولا اسكان للاخوان الله اعلم بس الناس اللي بتصلي اللي زي حالاتنا كده ملهاش ذنب طب احنا ذنبنا ان احنا عايزينها تتحكم بكتاب الله وسنه رسوله احنا مش مهم مين اللي يمسك المهم اللي يمسك ينافس كتاب ربنا وسنه النبي لو الكلام ده غلط احنا الولام عليه النهارده مش عارف طب هم عايزين ايه طب ما يقولوا لنا طيب